ومشي ديار صحار ورعام الشيار مع ابو صبوع مزار وفضه برقعه وزغل مورق نايم والصدا وكار رويده دام هل ساود هاجعه هذا مقصب طويل سالفته طويله عريضه حن سالفتنا يقول لك امشي الحاجز الحاجز امشي الحاجز الحاجز سألنا الحاجة قول لي كم كيلو رطب وأنا بخبرك قول لي كم عبق الموز وأنا بخبرك حط لي هذا القدو قدامي ويجلس يتكلم فيه ولا يتبقوا حاضرين فيه تبقوا السمك موجود تبقى الخضرة موجودة بس آمر تبقى همبة تبقى لومي تبقى أي مخضورات حاضرة عندي أنا من يطلب من الفحل بزرة ومن يبل محار وزعوه ومن عمي من عيني اليسرى واليمين يشوف بالقوة السلام عليكم أبوي حياك الله كيف حالك طيبين بخير نزلت السوق نعم يقول لك امشي الحاجز الحاجز ايش تكملته والله ما اعرف صح امشي الحاجز الحاجز والله ما اعرف شيء كوس مره ما يحتاج نظارتك وايد حلوه انا يسموني الغاوي احلى عنها اي الغاوي اغنيه حل منتخب عمان هذه اغنيه عاد قلدوها يا صباح مغنيه بعد غاوي صباح مغني الغاوي هي وصلاح الزجالي مغني الغاوي غاوي هي وانت الغاوي كلك وانا الغاوي كلي وفريقنا عاد منتخبنا اغوى عني انا بالف مره ما يحتاج بعد اسمع لي بالروغ ها والله انه مرات ما دائما يعني مرات نسمعه كذا يوم في الخط نمشي مكان بعيد ان شاء الله عشان ما ننام يعني في الطريق زين يقول لك امشي امشي الحاجز الحاجز ايش تكملته والله أنا ما أعرف أن الحاجة هذا يعرفه بكيف هو زميلنا جاي معنا يقول لك أمشي الحاجز الحاجز إيش تكملته الحاجز الحاجز إيش عرفنا بتكملة الحاجز الحاجز نمشي عليه إيش التصوير عندنا وقت حتى التصوير تصوير آه تصوير إيش يبون يقولون ليش تبى أنت التصوير هدود أنا ما هود منه أنا بهبط ما هود الروح مقتلك أنت تبعني هود وراك تط تدوس الباسبور وشوك ايش عندك ايش علوم ديارك وايش الحق الغريب وايش انخلاف مسيارك عقب الوهد والطيب ايش عندك تحيد العام الماضي برنامج هود هود ما حيده ما شفت في التلفزيون العام الماضي ما شفت ذكر مسوكي تعرف انك الولد؟ اه؟ ما يحتاج ذابح اني ذبح غير ايش اسوي؟ تعال شفت ايام من الشيب الله ما ايش بسوي؟ ايش بسوي بعمري ولا الشيب يا ابني ولا انا يا الله يا الله اخ اخ
اقول لك الشيب يا عم معذبني عذاب 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 كانت تصدقني معذبني غير ايش اسوي اصيح نبصيح هاك بهاديني ها هاك تشوف هاك الرجال هاك بهاديني نبصيح لكن ما شافوك في الحويه؟ كل هذا سمعت تكلم يا ابو العلوم وكل مكان حتى من السواحل واحد من اللي وضعنا من السواحل قراتك في التلفزيون في السواحل زنجبار زنجبار شافوك في زنجبار؟ زنجبار العام الماضي العام الماضي نعم خبرك قالك شفناك في زنجبار في العام الماضي هذا حمد ود سالم ود مفتاح يقول طير القطار لا نغنى قمة غصون الغاف ولنا الهوامش جني يا ابو خدود ارهاف وكوس الوطن لان هبت وفضي بكلام خلاف ووسق ديارغ زيل وبوياد للوصاف ويوم ما كسبت ذنوي وتالي نظرهم شاف اول ودي يا هلاكي يا صاحبي تلاف ان تكون حاب وحتى نعلم ما تبغى يا الله وشيبي وشيبي زين ابوي هذا كلام صغير؟ هات لي بعد غيره كاك اقول 6 و8 ليالي في دار مبعدين وسقم السنة ما أبغاني خلف علي ضين بهاجيك بفطانة ما بحاسد فتين عود النبات وحشاية وشيبك يا ضنين وبرقن على المغيبي شرو الذي زفين وشيبي واني كالي عن شدة مقبلين مر بسلامة وقفة يا أبو عود الركين بيع القلاط بيعوني لا تقولوا مدهنين وختم تقول لهذه يا موادعون يلا يا ول الرميات يا شيخ بطني يا ول الرميات الحين انا سمعت ان ريال يعني ابوي مسعود وقال احنا معرصين ايش انت ايش معرصين صدق الوالد عاشق الدول لا 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 ما بعاشق حد عاش على ذنيتي اخ انت اسسني على الطريق هذه لا بعدها الهيدي بعدها اقول لي خدمت بلاد وخدم اول فلاح ليل ونهار مرتاح الحين سمعت مني رجال اول فلاح اقول لك ليل ونهار مرتاح في بلاد شيء سهل اسقي سقيت اول من سنين مع شايبي واخوان من ما شايبي من الطفر نابر هات لي غير قصيده ايش تبغى قصايد ريت الزليخه بعيني وفوق زلان الوطن ويوم مره محفلني كان انت يا فلان ويا خالقي ترزقني ولون ثوب كفان وتكعم عيون الحاسد يوم مرة واختفن في نعود دقيقة ومايل وشروى الفجوق يحن وياسمين سيارة فوق عليها بسن والرازقي له ريس كانه ملك بعدان واختم تقول الهادي وليل ونهار بحن ليل ونهار بحن ليل ونهار بحن ليل ونهار الله بتحن ليل ونهار ساهر مع الليل وحداني لا النوم ياني ولا من اعشقه ياني شوف انت ارقد ليش ما ترقد انت؟ لا تبلى عمر وراك تسهر ها؟ قول لي وراك تسهر ليش تسهر؟ ارقد عشان مو قصة الرجال ترى الذي نبتي انت وبتبات حرس الليل كلها ميك معشوق جاي انك وانت روحك سهران على هامش الاخضر تاكل البايد عليك بالزين المورد الجديد بس خلاص والحاجز ما اعرفه قال همبل عوفي حليب روحي ما ادري كيف كذاك يقولوا قال لا تاكل البايت يقول واحد حنزينا فايت عن شغلكم معنا شغل غيره بنسخن البايت حال الذي يقصد على مسيره تبي حبه هريوك شل مجان تسلم اقول لك ابوي امشي الحاجز ايش تكملته بنكمل الحاجز القدار يوم يكون نصه بنكمله بنبني تفضل ماذا تريد تفضل انا اشوف هذا شو هذا خلي لي هالميمر هذا ما سالني الحاجه قول لي كم كيلو رطب وانا بخبرك قول لي كم ابق الموز وانا بخبرك محط لي هذا القدو قدامي ويجلس يتكلم فيه
كيف حالك؟ الحمد لله. أنا سالم. هلا سالم، أهلا حياك سالم. حياك الله سالم. أنت بخير؟ عفاك الله. مريح؟ الحمد لله. إيش هالنظارة الحلوة هذه؟ يا سلام، عسلية. عيونك عسلية؟ حلوة، لا النظارة عسلية، أم عيوني. الله يحييك حبيبي سالم. هل بك شيء أمر علينا الشيخ؟ تأمر علينا بحاجة؟ أها، بقى قصيد؟ نعم. قصيد؟ قصيد؟ قال لنخل العوينة قريب الطيح، وراعي الوصية وصوماتي، ولا يغترك الثور يا سالم بون الطيح، بتشوف عيونه وصيماتي. كيف كيف؟ امشي امشي الحاجز الحاجز واترك الجانب العاجز، او ايضا امشي الحاجز الحاجز وبتكسر جدار العاجز. العاجز امشي الحاجز الحاجز وبتكسر جدار العاجز. امشي الحاجز الحاجز وبتكسر جدار العاجز. من اسمك الوالد؟ سعيد علي عبد الله الرحيلي. صح عمر؟ سعيد. يقول لك صح، فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، برنامج هدهد. تفضل الوالد، تستاهل. رجض الله ويك. صف قوله. عن سولعين عصر ماسي صادني كسر ضلوعي ولا بقى عظم ميراه، إلي عن سولعين عصر ماسي صادني كسر ضلوعي ولا بقى عظم ميراه، يسوى لي ولاي وبر صنع ودوعني بر العيارين وبر العيم يسوى. أقولكم بلاد ما فيها ليوة، بلاد ما فيها ناس ولا يبال ولا ماي، بلاد ما فيها ناس ولا يبال ولا ماي. بلاد ما فيها ناس ولا يبال ولا ماي، ايش هذي؟ لا فيها راس ولا فيها يبال ولا ماي. ولا ماي ما يصير، ما اي ما يصير. ما عندي والله، ما عندي. النار النار النار، اعوذ بالله من النار. بلاد لا فيها ماي ولا فيها ناس ولا فيها جبال، هذا يمكن الهواء او حاجه يعني. لا خذ لفه وارجع. ها هي اذا حد حله ترى نصيبه، واذا ما حد حله ارجع علي. من قال لي كامل ايش من الامور؟ ايش يبوني؟ ايش يطيعني؟ هدهد اللي معاه كل الرجال الاول تصوده، هو عنده هدهد، انا مش معي هدهد. حلمنا ما سته في سته ولا بلاس بصيغه فوقها سته؟ سته في سته. خافوا من الرب، خافوا ما تخاف من الرب يوبا. هو ما بنى هو؟ ها؟ سكر خلف مراره، خلف مراره من كثره معجات. من كثر معجادنا العخزامة ما ناكل الصرفات، الصرفات ما حد ياكل، غير تدوين احنا ناكل. حلمنا ما تستوي ستة في ستة ولا بلاس بصيغة فوقها ستة؟ ستة في ستة. نوم ما تستوي سمعت بصيغتها وسمعت بصفافة وكل شيء، أمورها كلها منتهي ما يحتاج. هذيك حلم عرفنا الحين اللي سوى مبودي مسعود مسلات لك بنبوع تنيوتي الحديم، هذي رح تبقبضهن. ها؟ ايش يبغى من هنا اللي؟ قالوا لك عرس بعدك عرس، ايش عرس؟ عرس مبوعه اي بيني ديك ينقب، اي ديك بينقب قبل وادم اللي تبيع الخنية؟ لا نهار ما بموت لاقي لها، ولا دام اني بعد باجي معي ربع ريال احسن اكل اكل ربع ريال. ألف ألف ريال. ألف ايش؟ الخنير. وش بسوي به؟ ايش بتسوي بالألف؟ سواي اخذ بحلم ومرقد وبس. زين ما تصير في قلبي انا، انا ما تمشي معي. ايش احسن لك تاخذ حرمه؟ شيء احسن. ايش احسن؟ خنيار. خنيار. ايش ايش بتفيدك الخنيار الحين؟ عرب شافوك انك رجل، ما شافوك، ما شافوك تهز عمرك، شافوك رجل من خيال العرب. قلت لك ألف ريال، انزل ألفين. فانا ما بيع، يقول رجل ضربني متصقعه. انا قلت لك يا شداد ما ابغى خيل قعد غالي ومدر صقعه، ما ابغى ابيع شيء، أنا ما بيع شيء. انزل ألف ريال حتى 16,000 ما أبغى، أتصدني خنجري. تبيع ب20,000؟ ما بيع شيء. تعال عم خميس تعال. تتجبني أنت الحين؟ أنا بصلي. صبر تمكن تمكن. أقول لك أنت الحين الكلمة اللي قالها سالم بسطان ثمن فيها. ثمن إيه؟ لك يا الخير.
عيد عنك الهدية. أبا أنا لا عنك الخنجر. أنا يوم قال لي أبو سالم شو عندك خيلة؟ قلت لها تبيع حي؟ قلت لا من أبي أبو الصندل؟ ما يستوي؟ قال لي أنا ما أطري لك الخيلة اللي أنت تقول بها الخيلة هذيك 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 الساسة لا أبيت. أنا أقول لك الخيلة الصحيحة. الصحيح ما بيعك كان علي اقول له ارتعشت هيك تقول لي الخيل هذا اللي واقف اللي ماخذني قبل الخيل قبل الخيل قالت انك خيول هذاك اول انت اول عندك انا سمعك او كلامك شامل قلت لي خاتم 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 لا لا خاتم لا 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 ما ضورك انا ما اقول لك انا مقتلك ما خاشمت اول او مقتلك ما خاشمت لا لا محمد عاد محننتي ولا سميني ها يا ابني واب هي ايش ها ها لا 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 تجيب هذه في مخاشم عندك عفي فوق راسي فوق راسي كل شيء انت باب عطيك واما بتعامل شيء شيء بقول لك ولا ما اني مخاشم انا راع الناقه طبهم انا راع الناقه ايها وابوك اصبج يقول لها طال عمرك انا لا اكتب ولا اقرا ولا اعرف المكتوب وش هو انا بدوي ولي عيش دن عثره في السمر والموقد وضوه وعشت مع القعود والبكره يا حلا وقتي وهو جوه ما شكيت الريل من كسره ثبت يلي مطوي روه طالبني طلبتن عسره احبي بي حاد المروه من يطلب من الفحل بسره ومن يب المحار وزوه الزين يقول لك بلاد بلاد ما فيها يبال ولا ناس ولا ماي بلاد لا فيها ماي ولا ناس ولا ماي والله البلاد هذه وش اقول لك عنها مستحيل ان ندلها ولا اعرفها خارطه ايوه خارطه صحيح صف قول له من اسمك قلت لي خالد محمد احمد نفاني خالد انت اجابتك صحيحه بس معنا بجائزه نقديه مقدمه من تلفزيون سلطه عمان برنامج هدوء تفضل من ده اللي كامل ايش من الامور ايش يبون ايش يعني حلمنا ما تستوي ستة في ستة ولا بلاس بصيغة فوقها ستة؟ ستة في ستة لا أنا حبن ها؟ أنا حبن مر 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 حنظل حنظل أخس أنت حبن؟ أعلم أنا رعناق أيها وأبوك أصبحت